ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمشاركة جمعية روزا لوكسمبورغ معرضاً للصور الفوتوغرافية تحت عنوان أهل الشاطئ الآخر بعدسة المصور الفوتوغرافي أيمن عمراني. تعمدت في المعرض هذا دعوة النسوة، حبيش يكونوا مجرد صور لساء أحياء قسم الصور في حد ذاته أو مجرد صور مش أنه العبيد يقولوا عليهم باهين، معناتها أوكي نجم يكون صور يعجبوا أما الحالة الواقع نجم ما يعجبش. هذاك علاش تعمدت أن يكونوا النسوة موجودين كأشخاص لأنهم هم الذوات، هم اللي يعانوا. موضوع المعرض يدور في فلك الصراع الذي تمهات مفقودين خلال الهجرة غير شرعية. صور تروي قصص أمهات لا يعرفن مصير أبنائهن وتعرض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي جاء منها أغلب المفقودين. الهجرة خصوصا في أوروبا هي دائما فكرة ومناقشة عن الأرقام، يعني الأرقام المفقودين وعندناش الأسماء وكل شيء. وبالنسبة إلي هي الفرصة لنسمع ونتعلم على الأسماء المفقودين ونشوف إنه في قصة وراء الأرقام. 90 صورة فوتوغرافية لأمهات فقدن أولادهن، صور مؤلمة تعرض واقعا مأساويا. الضفة الأخرى للأسف إنه المقاربات بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الجانب الأوروبي دائما مقاربات أمنية أكثر مني مقاربات إني تطرح بدائل تنموية أو بدائل حول حرية التنقل، يعني بدائل إنسانية أو بدائل تنموية أو بدائل شراكة. نظم المعرض في إطار مشروع